احد المواصفات المهمه جدا للتارجت هو حاجه بنسميها الفوكال سبوت. الفوكال سبوت ديفينيشن بتاعها هي the area of the target from which the x-rays are emitted. بيسيكلي احنا متخيل ان احنا عندنا الكترونز جايه كده بالشكل ده، اوكي، بتخبط في التارجت، بيطلع عندنا اكس راي في اتجاهات مختلفه. فبيسيكلي بنتكلم على ان كل ما كان عندنا الفوكال سبوت صغيره، كل ما كان عندنا السورس نفسه اللي بيطلع منه الاكس راي بيبقى صغير، كل ما كان الحقيقه السبيشال ريزولوشن يعني دقه الصوره بتبقى افضل. لو احنا عندنا، تخيلنا مثلا ان احنا عندنا دلوقتي بنصور، يعني عندنا مثلا سورس للاضاءه عباره عن نقطه، وسورس الاضاءه عباره عن حاجه لها فاينايت ويدث، يعني سنتي مثلا 1 سنتيمتر. لو احنا شفنا الخيال او شفنا الظل اللي ورا اي حاجه قصاد الضوء دوت، قصاد الاضاءه دي، هنلاقي ان في اختلاف بين النقطه وبين الحاجه اللي لها فاينايت ويدث. بنلاقي ان في حاجه يعني على الجناب بتاعه الاوبجكت نفسها نتيجه للفاينايت ويدث بتاع السورس نفسه، بتخلي ان الحاجه اللي جايه دي اكن فيها بليرنج كده، اكن فيها بعض اللي هو يعني الصوره نفسها فيها عدم وضوح بشكل ما. ف يعني ان جنرال نبقى عارفين ان ذا سمولر ذا فوكال سبوت سايز ذا بيتر ذا سبيشال ريزولوشن اوف ذا ايمج. المشكله في ايه بقى؟ ان عندنا تريد اوف، عندنا يعني حاجه لما بنحسن الفوكال سبوت سايز لما نخليها سمولر بتبقى في مشكله في حاجه ثانيه. As the size of the focal spot decreases, heating of the target is concentrated into a smaller area. فبيسكلي احنا هنا نقدر نصغر هنا المساحه دي، بس المشكله ان احنا في الاخر خالص يعني لو احنا صغرناها جامد هيبقى في عندنا حراره عاليه جدا 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 هتبقى متركزه هنا في المكان اللي بيحصل فيه بومباردمنت للالكترونز. الالكترون بتخبط في مكان صغير فبالتالي هتسخن المكان ده بشكل كبير جدا. فلازم يبقى في عندنا تريد اوف. ده بيبقى في ليميتيشن في السايز بتاع الفوكال سبوت سايز نتيجه لكده. الحقيقه الحاجه اللي بتحل لنا المشكله دي حاجه اسمها اللاين فوكس برنسبل. هو بيسكلي لو احنا عندنا دلوقتي التارجت نفسه معمول بشكل يعني في انجل بالشكل ده كده، الانجل دي الحقيقه بتسمح لنا ان احنا نخلي هنا في الاتجاه اللي بيبقى فيه الالكترونز يبقى الالكترون تخبط في اريا كبيره، بس في الاخر الجزء اللي بناخد منه الاكس راي يبقى افكتفلي ماتش سمولر. فبالتالي ده تعمل لنا الحقيقه يعني تدينا المستين، تدينا ان الفوكال سبوت سايز تبقى يعني صغيره، بمعنى الريزولوشن بتاعت الصوره تبقى افضل، وفي نفس الوقت الاريا اللي بيخبط فيها الالكترونز بروجكتايل الالكترونز تبقى كبيره، فمعنى كده الكونسنتريشن بتاع الهيت هيبقى متوزع على مساحه اكبر. في بعض انواع التيوبس ممكن يعمل شكل التيوب نفسها ممكن يخلي جزء التارجت يخلي فيه تو انجلز، يعني يبقى في عندنا انجل هنا بزاويه معينه وانجل هنا مثلا 6 ديجريز هنا مثلا، وفي واحده ثانيه تبقى مثلا هنا تبقى 12 ديجريز. فلو احنا عملناها بالشكل ده كده لما الالكترون تخبط في الجزء ال 6 ديجريز ده يدينا فوكال سبوت سايز بالشكل ده صغيره، لو بتخبط في 12 ديجريز تدينا فوكال سبوت اكبر شويه. فدي الحقيقه تسمح لنا ان احنا نقدر نعمل اختيار للفوكال سبوت سايز بان احنا نحدد ان احنا هنعمل يعني نستعمل الجزء اللي هو الانجل بتاعته 6 ديجريز ولا 12 ديجريز. واحده من الحاجات المهمه برضو اللي لازم ناخدها في اعتبارنا ان احنا عندنا في حاجه اسمها الهيل افكت. الهيل افكت دوت بيحصل نتيجه لان الاكس راي اللي طالعه بتطلع في جميع الاتجاهات زي ما احنا كنا بنقول، بيبقى في عندنا حاجه بنحطها قصاد البيم علشان تعمل لنا تحديد للبيم، تحديد الويدث بتاعه. النقطه هنا ان الاكس راي لما بتطلع من التارجت بتطلع مثلا من التارجت مكانه هنا، ففي عندنا جزء من الاكس راي بيمشي في داخل التارجت نفسه، فبالتالي بيحصل له اتنويشن اكتر شويه من الاكس راي اللي ماشي في الاتجاه الاخر. فبالتالي لو احنا جينا قسنا الانتنسيتي بتاعت الاكس راي في دايركشنز يعني مختلفه، هنلاقي ان احنا الاكس راي اللي هي في الاتجاه اللي هو يعني في اتجاه الكاثود بيبقى بيسكلي الانتنسيتي بتاعته اكتر من الاتجاه الانود، نتيجه ان احنا عندنا الاكس راي اللي بتطلع دي لما بتمشي في الاتجاه ده كده بيحصل لها اتنويشن داخل التارجت نفسه. فلازم لو واخدين الكلام ده في اعتبارنا ان احنا عندنا في اختلافات في الانتنسي اللي بتطلع من الاكس راي بيم نتيجه للهيل افكت، وبالتالي لازم نعمل لها تعويض لو احنا بنعمل مثلا تصوير بشكل ديجيتال، نعوض الكلام ده في الديجيتال ايمج بروسيسنج علشان يطلع لنا الصوره شكلها منتظم في جميع الاماكن بتاعتها.